السلام عليكم البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معاكم دجاج مشوي على الطريقه ديالي، كيفاش كندير الترموله، ونتمنى يعجبكم البنات. ندوز دابا للمقادير ان شاء الله. السلام البنات، انا رجعت معاكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتدخل عليكم هاد السنه على خير ان شاء الله، ويرفع علينا هاد البلاء ان شاء الله يا ربي، وتكون علينا هاد 2021 على خير. المهم البنات، نشارك معكم الدجاج، الطريق انا اللي كندير له في الشواء. كنشوي، باغا نشويه ان شاء الله فوق الفاخر، ماشي في الفران، ولكن الطريقه اللي كندير انايا درت هنايا البنات. هذا ما شاركتش معكم من الاول، درت هنا المصير، هذاك اللي كيبان لكم المصير، وهذا وكنت عصرت الحامض، راه عصرت تمايا جوج حامضات، ودرت شوية الخل، شي نص كاس هكاك ديال الخل، ودابا كنزيد الحامض. هو البنات غادي نبيتو، غادي نبيت هاد الدجاج، انا كنرقدو بالليل، وكنت رقدتو بالليل وغادي نتغداو بيه ان شاء الله. المهم البنات، هادي هي الطريقه باش كنشرملو انايا، ونتمنى يعجبكم. دابا هادي الحامضه الثالثه اللي كنعصر فيه، يعني كنعصر البنات فيها، وعصرت جوجات اخرين تمايا. وشنو درت تما؟ درت غير البزار، درت الصفيره، شويه الخرقوم، ودرت الملحه، ودرت شويه الكمون، وسكينجبير، واحد العاشق ديال سكينجبير. المهم ما شاركتش معكم من الاول، المهم نعاود. درت مع درت هنايا البنات البزار، وشويه البزار، ودرت الخرقوم، ودرت الكمون، وسكينجبير، والملحه، صافي. ودابا غادي نخلط داكشي اللي درت، ما شلطتش بصله البنات، المهم حتى الاخر، وغادي نشلطها. المهم كتبغي تشلط بغيتي تشلطيها شلطيها، ما بغيتيش تشلطيها ما كتشلطيهاش. المهم انا حتى الاخير عاد درتها نسيتها. المهم تما غير المصير، قطعت غير المصير اللي كيبان لكم تما، غير المصير، وشديت الدجاج فلحته، قديتو راسي في الدار فلحته باش تدخلو الترموله مزيان. المهم هذه هي الطريقه، انا ما كندير فيه لا تحميره البنات لا حتى شي حاجه، هذه هي الطريقه ديالي. دابا غادي نشرمل الدجاج البنات، راه فلحتو وغسلتو بالملحه، وكنغسلو في الاول انايا حتى كنقي، كنغسلو بالملحه، وكنشلو عاوتاني، وكنديرلو شويه الخل، واحد العاشق ديال السكينجبير الا كنت غادي نشويه، وكنخليه واحد شويه، وكنعاود عاوتاني نغسلو مزيان، وصافي. وكنرقدو، ودابا غادي ننقد الدجاج كامل البنات، غادي يبات ليله كامله، باش داك الحامض داكشي كيدخل له كيتحمض، عرفتي البنات كيجي محمض، كيجي زوين هاد الطريقه هذه. كل بغيتو ديروا الدجاج هكا الغدا، اولا بغيتو ديروه بالليل. ها هي شتو البنات البصله حتى الاخير عاد شلطتها، كنت نسيتها. المهم البنات، هاد الطريقه هذه راه رائعه، نتمنى تجربوها البنات بلا قوة التوابل. وهذا بغيتو ديروا لاموطارد، راه كتدخلوا مع لاموطارد، ما بغيتوش كتخليو. انا كنخلي هذه هي الطريقه ديالي ديال الشوى ديال الدجاج، هذه هي طريقتي، وكنديرو في الثلاجه. الا كنت غنديرو الغدا بالليل كنصاوبو وكنخليه، وعرفتي كيتحمض البنات، كيجي رائع. ونتمنى تجربوها البنات، راه طريقه زوينه، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. دابا راه غادي نبيتو حتى الغدا ان شاء الله وغنشويه. السلام البنات، او من بعد الدجاج رقدتو البارح بالليل، غادي نديرو الغدا ان شاء الله. المهم هو منين شاركت معكم هذا، شاركت معكم الشرميله وداكشي، او قلت لكم البنات منين شاركت معكم العطريه. المهم رقدتو بالليل، المهم الصباح انا بغيت نبدا نشوي ان شاء الله. المهم البنات، هذه هي الشرميله انا اللي كندير له. دابا غادي نحط ان شاء الله باش نشويو، اصلا فلحتو راسي، كندير له البنات غير سكينجبير،
والحام درت جوج حامضات ودرت المصير حتى هو ها هو كنقطعو حتى هو صغير، قطعت بصله. المهم انا شاركت معكم الشرموله وشرحت لكم صافي. هكا كندير له انايا، كندير له غير الحامض والخل ومصير والحامض، جوج حامضات عصرتهم وشي نص كاس ديال الخل صافي. وكان كيجي محمض البنات، والله حتى كيجي محمض، جربوه حسن من ديك الربيع و... يعني ديري له الربيع والتحميره وداكشي كيجي مع العطريه وداكشي كيتحرق. المهم حنا هذه الشرمون اللي كنديرو انايا صافي البنات. غادي دابا نشوفو ان شاء الله، هذه الغديوه ديالنا شاركتها معاكم صافي. درت الشلاضه ماروكان بالفلفله والمطيشه كلشي الناس كيعرفها، غادي نشاركها معكم ان شاء الله في التقديم صافي. غديوه خفيفه انا البنات غادي صافي البنات غادي هذا راني درتو على الفايخه بنادم ينوع شويه، بنادم ينوع شويه في هذا قاع الطاجين. اللهم بنادم ينوع شويه هذا يمن الحوت مشوي، حتى الحوت مشوي البنات كنديرو بحال هكا نيت، ولكن كندير له غير الحامض والخل والملحه صافي وكنشويه. دابا نشاركو معاكم شي نهار الحوت هكا كيكون صغير هما البنات. الدجاج بحال الطريقه هذه تشرمونه راه كيجي غزال وكيجي رائع، ونتمنى يعجبكم تعجبكم الطريقه ان شاء الله. دابا صافي غنكمل ان شاء الله الشويان، خصو يطيب على خاطرو باش يطيب مزيان. عرفتي البنات كيجي محمض 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 مع دايره فيه جوج حامضات والخل والمصير، عرفتي كيجي غزال. وكندير له سكينجبير والخرقوم فقط، سكينجبير لان عرفتو الدجاج كيبغي سكينجبير، كندير له سكينجبير والخرقوم وشويه البزار، درت شويه الكمون ودرت الملحه صافي والحامض والمصير وهذا صافي. هادشي اللي درت في التوابل، ما كندير لا تحميره لا بزار لا حتى شي حاجه. المهم صدقوني البنات كيجي غزال بحال هكا والله. جربوا هاد الطريقه هذه وردوا عليا ان شاء الله في الكومونتير. المهم البنات غنكمل الشوا ديالي ان شاء الله، المهم انتم معايا انتم معايا ان شاء الله باش ما يجيش الفيديو طويل. يلا السلام عليكم، تنرجعوا ان شاء الله في مني تشوا ان شاء الله. نكمل الشوايه الاولى وتشوفوا دابا، او هي الشوايه الاولى اللي درت معكم هي تشوات. دابا غادي نحيدها انتم البنات شتي المره تشوا مزيان. دابا غادي نديرها ان شاء الله الطبسين ونرجع معكم ان شاء الله. المهم البنات راني غندير الشوايه الثانيه دابا. المهم البنات انا راه كنفلحو، راه قطعتو راسي ما جانيش مقطع من عند يعني مول الدجاج، كنقطعو راسي كنشدو كنفلحو بحال دابا هاد الصدر هذا كنفلحو باش منين نجي نشويه يجيني دغيا بالشويه. صافي بركه باش يطيب في التيسه صافي. دابا غنزيد شويه ان شاء الله ونبدا نتاي الشويه الاولى اللي شويت شفتو البنات كيجي طايب. هادو البنات مشهيتكم والله الا كيجي غزال. المهم دابا شويه الشويه الثانيه ان شاء الله وانتم معايا. هو كاي بغي الفاخر ولكن خصو، انا كيعجبني مجمر بحال هكا يجي مجمر كيجي طايب مزيان. غنبقاو نشوفيه
صافي البنات طيب دابا الشوية الثانية ان شاء الله ونرجع معاكم وهانتوما معايا. المهم البنات هاي السلطه قلت لكم اللي درت، هانتوما السلطه اللي درت فيها غير الكمون والملحه ودرت شويه الخل شويه زيت البلديه وشويه الروميه صافي بقى نخلطها يعني راه ما هو كان يعني السلطه العاديه غير انا كندير فيها الخل كل واحد شنو كيدير فيها ضروري كندير فيها شويه الخل ولا ما عنديش الخل كنعصر الحامض صافي صافي دابا غادي نقادها في الطبيصلات باش نحطو الغدا ديالنا صافي البنات كملنا الشوية ديالنا كملت الدجاج ديالي كامل شويته وكم شفتو معايا شلاضة يعني المقادير اللي درت غير الكمون والبصل ونتمنى يعجبكم البنات الطبق ديالي اليوم اللي وجدت معكم الدجاج مشوي على الطريقه ديالي صدقوني البنات راه كيجي رائع وكيجي محمض واسمحوا لي البنات الا كنغلط في المونتاج اسمحوا لي راه ما درتش فيهش البصل ما كنديرش فيه البصل غير سكينجبير ما تديوش عليا راني مريضه شويه عيانه يبان لكم من صوتي مهم شويه عيانه البنات ونتمنى يعجبكم البنات واللي دخل جديد يتابونا ويضغط على الجرس باش كيوصلوا كل جديد مرحبا بكم في قناه ام الاء ودعاء ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله وبصحتكم البنات وباي باي.